السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل قصتنا أساوي الفضاء الباب الحادي والعشر. لحظات أجوا الولد صاحب السيارة وصعد وسلم على أمي والتفت سلم عليه يسلم علي. رفعت راسي مظلومة ومرات عليه ما أعرف ليش، بس مع صوت قلبي قام يرفرف مثل العصفور. أبوه عليه شلون عدل المراية وركز عليه يوم أروح له 7 فدوة. دا وجهه على سليمة، هلا حجية نورتي سيارتي، هلا بيك خالة، الله يبارك بيك، الله يبارك لك بيها. طبعا سليمة ما تعرف رائد لأن ما شافته، بس من محاسن الصدف أنه يكون رائد من ضمن أصدقاء سيف بحكم أنهم مجوارين من نفس المنطقة. انتبهت سليمة شلون تبوع الرائد وعيونها قامت تلمع، غيرت نبرة صوتها وكملت كلامها، ربي يوفقك ويبارك بشبابك. وجرت صوت أقول خالة أنت متزوج لو بعدك عزب عيني. بدت سليمة تزحف شلون بيها، هاي وين ما وديها تقعد تنسق خرب حظي. ابتسم، لا والله حجية ما مرتبط بعدني، ادعي لي كون بنت الحلال تحن علي وتوافق، منتظر بس إشارة منها وتفرحني بموافقتها، نذر علي لا بقص للصبح بيوم عرسي. هاي يا عوبهم خليتك تنتظر لحد هسه، خلي تولي مع العلم أكون انعال على قصتها أمهات القمر هم يشربطن. لا حجي أخليها يلوق لها تدلل علي. أنا أقول لك يما أنت ليش ما تعوف، أنا عندي إليك مرة تسوى وتستاهل، والله تندعي لي يبوي عليه سليمة. هسه ما أعرف هاي وياه لو عليها صغير توحد الموجة، كل لازم أروح ولا أضحك حجي، لو هي لو ما أريد أبطل ما أتزوج. أنا قلبي هاويها وميت بعشقها، خاب من أم داك أنت وياها، شبيك يا حظي، ساحل روحك ساحل عليها، ما كأنك رجال حوك. ترى المرة من اللي تشوف الرجال خفيف تستهان بي ويقل مقداره. أضحك، آخ يوم بطني قصفت ترائد شافت ما أجا وياها للطريق، ما صدق لها كلامه فمسحت بي القاع. شو اسوي حجي مو بيدي بعد القلب ما يهوى، هو انت مو رجاجيل مو مال عين، وقال تموتون على الواحد يمسح بيكم القاع. ابو رائد فاتح حلقه ووجهه صار احمر من ورا حجي سليمه، شكله راح يشمر روحه من السياره شوي. وقالت اقول لك خاله وين مدينه حجي غير اخذش للعبس، لعد بيت العبيس وين صار شو طولنا. حكيت بصوت عالي حتى تسمعني لان متعوده عليها كل حكي عالي. شنو بيبي نسيتي العقد بالقاع عمو بيت العقد. العريس وجعه ابو بيبي طرشتيني يا عمه حتى عم يبو الله ياخذ سليمه. ابو على الوادي ابو على خبان ضحك، بس من التغت نظراتنا بالماي عيونه كلتني يمه، فديت عيونه وشنو ايش لابس غير القاط ياكل ويشرب عادي. يمه اروح فدوه بالتاكسي وارجع مشي لبيتنا بشرط حافية. سليمة قطعت حاليانها اللحظة ورجعت تحكي اقول خالة وديني البيت، انا تعبت ما بي حيل اقعد بالعبس اشو، لا انا من المصفقين ولا انا من المطبلين اللي ارجع للبيت، البيت يعسل لي من دوخة تبال. لا حجي شلون شلهم بيج انتي الخير والبركة، تسلم يمه، بس ما عاد حيلي الاولي صرت سكراب وبسرعة اتعب. سوي علي افضل وردني لبيتي وبعدين اخذ هاي القطمة ووصلها على العبس، بس ها دير بالك لا تضيع منك بالعبس. ليش تضيع نص اخمس وتروح لك ودوع بين رجلين؟ شهقة ضربت على صدري، انا على ابو شكلك يا سليمة على هاي الاصف، ما خليتي بي شي براسي خير. وصلناها للبيت ورجعت ركب السيارة نفس مكاني، خير سان من السايخ ما خلفوش تركبين ورا. بوعت علي ضايجة يلا شنو اتحركي، وقعدين قدام فتحت الباب وقعدت قدام وهو صعد وشغل السيارة وسعى ترى وجه علي وابتسم. اليوم عرفت الله شقد يحبني، هم لو مرد مردوا لي واسطات على مودي خلوني اتصل بيج، هم كان ما رحمت مثل هاي الصدفة. ليش متصدقين فرحتي بيوم شفتك، صعدتي بسيارتي غير اجي قلبي يوقف. انتبه علي ساكته، متحجيني ساكته، زعلان علي صار وياي بذاك اليوم من ورا أهلك، أنت إذا تعرف بأهلك مو موافي شك ودزهم وخليتنا في هيك موقف محرج، تعرف من بعدك أنا صعبية، هي أعرف الصعبيش وأنا أضربها في أضعاف، دمرت أكثر منك، ودا الله يخليش تعرفين بي إيش قد أحبك وما أقدر أتنازل عنك. لو على قصر قبتي بس أريد منك توقفين وياي وتساعديني شلون أساعدك، أريدش ما تتردين بال
كلام أهلي، ما عليك بأي واحد غير بس رائد، خليك ويا على طول الخط. رائد صعبة ترى، هذول هي أهلك مو ناس غربة، وأقول ما علي بيهم، ومهم رضوا عني وما أرضى. يعني من أتزوج راح أشارك حياتي وياهم، لا هدى ترى، أنا ناوي من أتزوج قبل أعزل ببيت لوحدنا، يعني ما راح تلاحقين تعيشين وياهم، ولا هم راح يضايقوش بأي شيء. غاد هواية اكو مشاكل غير اهلك، شنو هاي المشاكل الوحمة؟ اش بيها انت ما شايف او اخاف من ردة فعلك؟ اذا تشوف احتمال مت ما تقبلني هدى كم مرة عيدا واحكي واقول ان انا من حبيتك ما حبيتك على مود جسمك فقط، ولا انما حبيت بنتي وصديقتي ورفيقتي، شهدت وياي احلى ايام بحياتي، وتعرف كل صغيرة وكبيرة بحياتي مثل ما انا اعرف كل شي عنها. تتوقعين مثل هيك شي تافه يأثر عليا؟ على فكرة انتي حلوة، كل حلو بي لولا، وانتي من زود الحلا اللي عندك لولا، واحلى لولا. نذر عليا بس تصيرين حلالي، لا اقعد ابوس بالوحمة للصبح. فكيت عيوني وشهقت، عزا غاد عيب استحي على دمك. اول ما رائد يحكي هاي كلام جميل يبوي ابكي يتزا على هذا الحكي. يكمل شو اكمل؟ شو جاي احكي ايش قصة؟ راح مع الوالدة قولي ايه وخليني اتوكل، وادزن اهلي وناسي يخطبونش. قولي رائد فوت والهوى بظهرك، ودا ما تعوفك وراح تساندك وتبقى وياك الاخر. ابتسمت وفرحة ودنقت راسي خجلانة، كلام رائد حسسني بالامان ورجعت ثقتي بنفسي، وبلحظتها اتخذ قراري. وموافقة يوم هو كان يسوف فجأة لزين ابويك، جيت اطلع من الجامع شهقت ممسوعة وحطيت ايدي على صدري. الله يلعن ابليسك يا غاد، وقعت قلبي. عيدي شنو قلتي؟ ما سمعتش زين. شوف انا حكايتي وحدة ما تصير اثنين، بس الخاطر كان اعيدها. انا هدى اتي اوافق بكامل قواي العقلية ان اتزوج من غاد ابن المختار. راح بصوت عالي مثل المجنون، واخيرا اللي يتمناها قلبي طلعت شمس موافقتك حتى تنور ارض رائد لزم ايدي. وهاي كانت أول مرة يتصرف وياي بحرية، أحس قلبي إجا يطلع من صدري. تبعت الوضع وسحبت إيدي من بين إيده. ليش سحبتي إيدك؟ لك أنتي حلالي ومرتي، ما يخالف لا تستعجل على وزارة، كل شي بوقت حلو. حبك السيارة ما وكمل طريقة، وكل ساعة يبار علي فرحان. كنت أحب أن أحافظ على روحي لآخر لحظة. أنا تربية شيماء، وعلى طاري شيماء وصلت النادي، دخلت لقاع النساء ولقيتها تحوم يم الباب تفرك بيدها. شافتني وجدت تركض علي وجهها أحمر، لزمتني من زندي وحجت بخوف على غضب. انتي ما تقلي لي وين صرتي وليش تأخرت وياه من صعدتي بالسيارة؟ بوعت وراي وبيبي وين مو كانت وياك؟ شبيش يوم وليش معصبة؟ انطيني مجال احكي. ترى انا تأخرت بسبب بيبي لان تعبت وقالت ودوني للبيت. رحت دخلت لغرفة التبديل حتى انزع الجبة والشال، واجت جدتي وراي. من وصل كون البيت واحد ما نعرفه من جماعة السيف، ركبنا وياه بالزفة. وصل بيبي للبيت بعد خطية، وصلني لهنا أبوه على شيماء ما مقتنع بالكلام، ما صرف له هذا الحكي. شوفي السمعين زين، اياني وياك اشوفك تركصين بالعرس، هاي وحدة اثنين رجلك على رجلي، وين ما اروح كون القاك بصفي. فاهم الوعيد؟ عقدت وجهي ابو طمت شفايفي. شبيت شيماء اذا مو بعرس اختي اغرس؟ لا عاد بعرس منو اغرس؟ ودام ما راح اكبر كلام، احترمي نفسك وامشي قدام الناس ما نعرفهم، وتعالي شوف التصوير بالقاعة صايف في الاسعود. هاي استاذ سيف افندي منبه الموظفات على سالفة التصوير، وقال قولوا رجال ممنوع التصوير، واللي القفها تصور بنقالها اخذ منها. بص هذا بقبل اصادم بقبل. رحت قاعدة يمشي مع أبوه على أجواء القاعة، والمعازيم كلهم فخمين مثل عبس أهل هالة. انتبهت شفتهم فزت راحة الضحى وسلمت عليها. الضحى قامت وباستها من راسه، والله قالت ذكرت صهيب والوعد المبتوع. خطية هسه يعلم الله إذا عرف زواج حاله. وبعده إجت شهد في المثانية، وبعده كمنا أخذنا مريم أختي، وإحنا وقفنا يم الضحى وصورنا على الستيج. الحلو بالموضوع واللي رفع معنوياتنا، اثنين نسوان جوي سألونا شقد مواليدك وإنتي بنت منو؟ هاي الأسئلة اللي تعرف من خلالها انتي قدمونش خطابة. بعدها احنا سلمنا على أم فرز دهو جنتها أم صهيب، وأم صهيب سلمت علينا وقالت شما يوم إلكم نشوفكم عرايس. أشكرش خالة، وجعت قالت خالة ليش استعجلتوا بزواج ضحى؟ والله بعدها صغيرة. جاوبت أم فرز دخي عيني صغيرة شنو عمرها 20 سنة؟ بعد شك وتبدين عمرها يصير تتزوج. سكتت ما جاوبت خالة، وقفت فشي ما قامت وهدت الضحى.
المحبوس طلعت من علبة سواد أمي الفضة الخاص بضحى ولبستها بمعصمها، وضحى شمرت روحها وحضن شيماء وباستها، بعدها استمم العبس ودخل سيف وصور ميا ضحى، جاء بواب الضحى وعيونه تلمع كل شوية يشاورها ويحكي وياها، وجهها يصير طمأن ضحى، حكيت بصوت ناصر البنات أمنيتي أعرف العرسان بهيجي لحظة شنو يحجون، بابا اضحك ان شاء الله من تتزوجين تعرفين شنو يحجون، عود غششينا وقولينا شنو يقول ليش زوج نذق علي بس يحكي وياي، واعرف شنو المضمون قبل اذيحه بالسماعه، خاب يوم شقد مفضوحه، بعدها قهوة سيف وقوم واخذ على ميز كيكه حتى يقطعونها، كان شاهد فلتها واقفين قريبين على ميزنا، اسمعها تقول لهم اوف من ان شاء الله حش قد فاهيه، شوف حتى ما تعرف شلون تلزم الشوكة، وتوكله من ورا قباها غربة أم اللقطة، وما ما أنسي أحس بقلبي قام يفور عليها، فوعت شعما لقيته ملتهية بالسوالف ويا باباب والبنات، سحبت نفسي من يمها على كيفي مثل النملة اللي سحب تكتيك الهادي المكسيكي، مشيت رحت شيماء أحس النار تعصب بيا، أش العوبة نزلت على أختي بابا سايل، وأنا التفت من ورا خشمي خاف شيماء تنصح تصيحني، ثابت عليها طبطبت على كتفها وحكيت أقول أشعدها الملكة أديانة أم القمل، صار لها ساعة تحكي بالأتيكيت بس سمعتي، بعدني التفت عليها فكت عيونها وفتح عليها متفاجئة من مداهمة، خافت لا أحبجها قدام صديقاتها، قلبت عيونها وحكيت من بين أسنانها الموصونة لا هلا ولا ما أحبج قد مكروهة، وغابت الوجه وابتسمت ما أعرف شنو معناها كلمة أم وجهين، بس هسه عرفتها من شفت حركات شهد شكو وش تردين، سلامتك ما رايد شي بس بالصدفة كنت مرضى من انا، وسمعتك تغلطين على اختي، اسمع منو جاي تحشي على الغلط، الله يرحم ذاك اليوم كنتي توزنين باختك تتعاركين وياها وتغلطين عليها، حطيت الصبع على راسي عادي بكيفي مزاجي انا ابزل اختي اتعارك وياها عيب عليها اي، بس مو من تجي وحدة مثلك وتحشي عليها، لا حبيبتي ساعتها تصير أختي عزيزة وغالية اللي تحاول تقلل من شأنها، شعراية شعراية شعبها شعراية شعراية سامعة يا حلوة، حكيت الكلمة الأخيرة تقدمت عليها بحركة تهديد قمزت من مكانها عافسة الوجه بتغزز، عبالي تتباوع على كلب بوليسي وتخاف يهد عليها بأي لحظة ويخاف كبشتها أقصد تسريحتها، الحلو بالموضوع اللي انا ما عندي شيء اخسوه ولا ما عايزهم يعرفوني ولا اسوي حسابي للبرستيج، لذلك كانت تتبوع عليا بحذر، حجت تنعوص بخشمها اوي شاي شنو لسانك طول عبالك لسان دلالة، ايدي ببالك مني تاغا مو انا انسان طويل حتى ايدي طويلة وتلوح مرات رجلي هم يصير بيها الشب الطول والطول، حجيت وانا رفعتك حاجب خرب خايب جايبة جوال مع المتوحة، هزت تسفها بأرض ورفعت خشمها وقالت بنات والله مشو خلي نروح منا، رف بيدها على وجهها وتطلب الهوى، وافقت نقت المكان صار نانا صار بي بيئة، مشت هي صديقاتها من يمي جنها الطاووس المغلوة، حجت من وراها بصوت ناصي بس حرصت انها تسمعها قبل لا تروح، انصحك تقحين الحديقة الحيوانات تلقين بيها هو نقي يناسب مزاجك، وعود تسلمين على جماعتك والقرود هناك، لمت غلت ايدها من الغضب وما حكت شي، كان مبين عليها تريد تقول شي بس وين انا واقفة مثل الديج نافخ ريشي مستعدة للقتال، يلا بنات امشوا، اخذتهم وباحت روحها بلا ردة، قاعدة تتكلم مثل الشغلة بين الطبلات واتفقد الاحوال معي، الفضول الهداوي يسبح ويمرح بالساحة من قد ما افتميت أحس بجلي وقعت، سمعت صوت شيماء صاحني ثبت أسبوع حتمها شو ما مليتي من فضا، قعدت لش هو شوية ولا صرت حوله من واش كل شوية التفت القاش بمكان بباب فيها براحة تتبه هواية خلقتي يا خطية البنية عندها طاقات مخزونة خليها تصرفها بالفضا، هو أنا ليش خايف إن عندها طاقة مخزونة وتحتار بما تفضخها، شو ما خليني أرقص وأنا أفضخها كلها أنا على أبو شكلك على هاي اللقافة خسرتني انشبي وقعدي، يلا قعدت وأنا ضايجة ورا فترة بدأ بوادر انتهى العرس، خلص العرس ما بين معازيم ومعزوم وعرس وعروسة، وإحنا جالسين بينهم مثل تطاية ما لنا يدور غير بس ضحى، كل شوية تصيح علينا تقول أبقي يا ملة تروحون بعيد،
بس بعدين من حال وقت الرحيل صار لازم يعزفونهم. ضحى انقلبت معلم وجهه والعيون صار من حمى ونزلت الدموع وهي تبوع عينيه. أبو شيماء صارت تحسب نفس عميق حتى لا تنهار وتبقى شامخة مثل الجبل قوية. أمانة كنت أبكي وأتذكر أيامنا الحلوة سوى اللي عشناها ويا ضحى، وشلون كنت أنصب عليها وأتعارك وياها وأتشاقى وياها، تشاركني بكل شي حتى بالهموم متقاسمين. روحي يا خيتي أسد دربك أخضر وتشوفين السعادة. وبيومها ودانا أختنا اللي راح تصير لها من هاي الدقيقة حياتها خاصة. رجعنا للبيت هدوء، شفنا باب الثلاجة، بابا فاتح باب الثلاجة وواقف يمها، شافنا ها خلص العبس. ايه الحمد لله، وشلونها اخدكم؟ خطية ظلت تبكي من لفوها، على شنو تبكي؟ كل بنية مصيبها البيت رجلها، يوم لكم وانتم تتزوجون واخلص. غمضت عيني وتركتهم ورحت. دخلت الغرفة وانا بروع المكان فراش ضحى، غرفة المكان اشقد شهد على مواقف وكان شاهد على هواي حسرات. مضى اليوم وثلاثة أيام تعاقب ورجعنا لحياتنا. شما التهت ودوامها ونصبت أقدم على الكليات ويا البنات هلا وفاطمة كانوا يقدمون وياي. رجعت للبيت مع من قدمنا الاستماع وننتظر شنو يطلع عنه. هي قسم شفت سليمة دايخة وتحكي ويا نفسها وتتحسب، شافتني ونزلت علي بالحكي. وأخيرا لفيتي وين كنتي؟ شنو سالفة؟ وقلت لك قبل لا أطلع أنا رايحة ويا فاطمة صديقتي حتى أقدم على الكلية. أوف منكم دفوتي سوي غدي وتعاني دوري على المفتاح كان تو ما أعرف وين اختفى. ذبي جنطتي وحيد بديت ملابس ورجعت يمها في المطبخ، فتحت الثلاجة وأنا أحكي وياها. أخاف بجيبك أنا دائم، أنت دائما تحطي بي يا الفرحة، ولو جيبي كان ما سألتك، أنت متعوفيني كله بجيبك. بلا حاجة سعيد وتعالي دوري وياي. حاسة أخلص طبخ الغدا وأجي وياك أدور. أوف منك يا سليمة كل يوم طلعت لي بشغلة. كملت الطبخ وطفيت النار على جدوى، رحت أدور ويا سليمة على المفاتيح الضايعة. أسمعها تدور وتحكي ويا نفسها، يمه وين ولا مفتاحي؟ وجدت الشيماء والوجه مبتسم، سلمت علينا وشافتنا ندور. راحت الغرفة بدت ملابس وبدأت شافتنا عن نفس وضعنا ندور. البحث عن كاس شيماء شكو على شنو دوان سليمة ولك أدور على المفتاح كنت ورضا. شيماء عقدت واجبها ما ادري بس اتوقع شفته اليوم الصبح بيد بابا. يلا انتظر خليه يجي وسيني. عزل عزاني شي يسوي مفتاحي عند ابوش شنو شو مدريني. تبها السليمة ظلت تحوم مثل البازون المحروق ديلها ما اعرف شو تسوي. راحت شيماء المطبخ صاحت لي، ها شيماء اصب لك غدا؟ اي يعافيها صبي لي غدا. بين ما اسولف لك الموضوع العاجل طلعت الصحون من الكاونتر وعيون عليها شنو الموضوع. أخذ الصحون وفتحت الجدول صب، رحت صبيت. الموضوع يخص حبيب القلب رائد. جنت صبا بالمرقة ورشفت ايدي، حطيت الصحن على الميز وعيوني تلمع. شو كمل شبي رائد؟ اتصل علي اليوم وقال لي استاذني من الوالد يشاور. شوف انه يوم اجيب الاهل والعمام مشي الزلم حتى يتقدم الاختي الغزمة. يما صار الصدق، حلفي وروح بيبي سليمة ما تحلف بيه كذب. يبلا العجل صب الغدا، ترى كلش جوعانة لا أحطش وأكلش. ثواني وأخلص. حطيت الصينية قدامها وقعدت يمها أقولين شي. يوم وش وقت تحجين ويا بابا؟ ما أعرف من أشوف الفرصة مناسبة أحجي لها عيني. اليوم بالليل تحجين ويا لا يطير العغيز من إيدينا شنو قابل يظل منتظمني. يما منش ومن لسانك الفصمة، مستعجلة على الزواج؟ خجلت ودنقت لا مو هالشكل بس أقوله شنها طولت السالفة وأخاف تخرب. أقول ست هدى شنو اللي راح شنو اللي غير رأيك؟ وانتي ذاك اليوم شنتي مطنقرة وما عندها مثل الثور. راضة تحكين بالموضوع قلت وجهي لا بس هالشكل عسبتها براسي وقلت أنا راح أتزوج رائد مو أهله، أهم شي هو يحبني وخلاص والباقي مغدور عليهم. لا لا بركة الله بس خليه يشرف أبونا العزيز ونحكي وياه. خلص اليوم وصاب الليل وسليمة تحوم، عبالك وحدة عندها أطلوق بس لا تسويها صدق وتجيب علينا. ما أعرف ليش وتخبلت من دفة المفتاح عند أبوي كل شوية تسأل وين صارت. صار أبوكم شنو؟ الله انطى والله خذها. شي ما بيبي اتصلت علي مرد علي جنت أمسح بالبيت وكان ألقى المفتاح بالقاع مشوه بصف البوفية. رحت أخذت سليمة هذا المفتاح لقيته واقع بالقاية من البوفية، فجت بكل لهفة وأخذته مني وراحت عافتنا. أنا وشيماء وحدة تبوع بوجه الثانية مستغربات هاي شبيهة بيبيتي شخطت. حسستني عبالك ضامة شي عزيز عليها. كنا نحكي وما نسمع العياط. سليمة رج البيت قومنا من مكاننا وصرنا وحدة تدعم الثانية وصار
اللي كان سليمة خايفة منه. بنص الليل كان يشوف الوالد علي وسليمة قاعدة، كانت قاعدة بالطعم وتنتظر شياطين العالم كلها متبعبعة براسها. الوجه يقول يا شر اشته. دخل وشاف وجه سليمة وسلم عليها. شي ما كانت في المطبخ تسوي شاي وانا اتنقل بالساحة من المراسيل. مراسل صاحبي لازم الكاميرا وينتظر يترقب حتى يتصور المشهد العاطفي. اللحظة لغاية الجملة الجميلة بين الوالدة وابنها. وكان سليمة سألته أول ما دخل بدون لا سلام ولا كلام. قبل قالت هاي مؤثرة من أبو دبت على فلوسي وأخذتهم. جمد بمكانه وحك خشمه. اي صدق نسيت اقلش احتاجيت فلوس. دخلت شباكه ويا صاحبي ان شاء الله. كنت قاعده متربعه بالقاع لطمت على رجلها. يوم صخام صخم كثير ولك تاخذ فلوسي بدون ما تقلي. كل مره اطلب منك فلوس تقلي لي منين لي ما عندي. يا حصاب يوم راحت فلوسك يا سليمه. ما دام داخل شبكه ويا واحد من ربعك معناها اقرا على فلوسي سوره الفاتحه. اهو لا تلحين قلت لك راح ارجعهم اول ما يصير عندي فلوس. قامت من مكانها تريد تدخل البيت وهي تتداول حسبي الله عليك. شنو واقفة من باب المطبخ أبوا عليهم هاي شنو؟ لا مستحيل معقولة خلصت المعركة بدون ضحايا ولا إصابات ولا شرب الخذلان. شي ما واقفة وراي اتباوع عليهم. ضربتني على كتفي دن شبي خلينا نسمع. فاتت من يمنى سليما دبدم. لا مستحيل اخلي الموضوع يعدي هالشكل. الذكر سودة عليه مروه وفلوسه بيوم اخذهم وما حد رف قلبه عليهم. دخلت وراها تظهر فوقها تفتح بكنتوات سب وتغلط وتعلق. وقفت يمها وانا احكن بظافه الابهام الايمن على الايسر واقول بقلبي يا حكه سوي عركه. وقلت لها والله حرام عليه اخذ فلوسك تعبك تجمعي عمرك واحتمال ما يرجعهم الك ويروحون عليك. انا لو مكانك ما ابقى له ولا دقيقة واحدة بالبيت. احرق البيت على راسي واطلع زعلانة وانا حاطة ايدي على ظهري واحكن بظافري يا حك سوي عركة. لا بتوجهها علي. اي والله صدق هذا ابوش ناقص ويسويها ياكل علي فلوسي. اول ما تحكي لك شي براسك بس أخي البقعة. قامت من يوم كانت وراها وراحت هدت على أبوي وأنا أمشي وراها مثل الذيل وإيدي ورا ظهري وحكيت بصوت عالي شوف لك اليوم ما إذا ما ترجع لي فلوس هسه ألبس عباتي وأروح البيت أمجد أخوك أخليه يزوعك الفلوس من خشمك. خير شكو تخوفيني بأمجد؟ قلت لك راح أجمعهم لا تقعدين تاكلين قلبي. الله وحجاية منها وحجاية من أبوي. صار من الروس أسمعهم يتعاكون وأنا بالمطبخ أرقص وأغني صاغت فاقوية بين الديك والواوية. صارت عركة بصراوية بين الديك والواوية. رجع سليمة دخلت للبيت واتجهت لغرفتها وأنا رحت وراها. فتحت الكنتور تحجي والكم وين راحت المجموعة عباتي تطلع بهدومها وتحجي. ركضت رحت جبت لها علاقة وقعدت آخذ منها الملابس وأحطها بالعلاقة. ركضت جبت لها العباية والشحاطة كنت أركض مثل بيبيب وقفة قدامها وأنا أتنفس سريع. هاي بيبي لازمي هاي عباتك وهاي الشحاطة جيب انطيني. أخذتهم مني لبست عباتها على راسها وهي طالت والسب على أبوي وأبوي يجاوبها شو تسوي سوي بيهم نايمة على الفلوس حرمتنا منها ولك أخبار عار هذني فلوسي حجتي تبيني أنطيك إياها بتصرف على الشرب والمنكر ولك ناقص. لبست شحاطتها وطلعت للباب وشي ما رضت وراها تهدي بيها بيبي صلى على النبي وتعوذي من الشيطان. وين طالع بالليل بجعي وانا اتصل على عمو يجي ياخذك. انا جاوبها شي ما حقك تحجين هالشكل لان مو فلوسك رايحة. هذا تعب بيبي سليمة خطية اخذهم منها غصب عنها حتى ما قال شي ما عضت شفتها. انت تشبه سكتي لا ليش تسكت صدق كلامها. انا طالع وما انتظر امجد اروح له هاي الليل حتى يطين عيشته. طلعت الباب الشارع وانا تذكرت علاقة ملابسه رحت ركضت مثل الطلقة. دخل جبتهم ورجعت اصيحا وراها بيبي بيبي انتظري لحظة سليمة ابد والله لا حد يلزمني انا رايحة. لا بيبي ما اريدها الزمك بس نسيتي تاخذين علاقة ملابسك. جيبي البقعة اخذتهم وراحت. مديت راسي من الباب وراها عليها تمشي بالقاع وتقحف بشحاطتها. حسيت على ايدي لزمتني من اذني ولوتها رفعت عيون وراها لزمت اذني. اخ اخ شي يوم اذني ليش ثولك قلبتي عليها واعطيها حركتهم حرك بوعت الابراء شنو انا شدي غلط كل شي ما سويت. ام وابنها متعاركين انا بس قدرت اهدي نفوس. لا صدقتك امش ليش انتي حطيتي الوسواس الخناسي بجيبك
سوايتش، هاي سمعنا صوت أبوي ورانا، شفتكم واقفين بالباب، راحت علي بابا الحق بيبي لما تهدومها وطلعت صاحب صوت عالي، شلون؟ أبوها علي لبس نعاله وطقها ركضة للشارع يريد يلحق على أمه، دخلت للبيت ورفعت إيدي بالدعاء اللهم قدمنا على عمل الخير. رفعنا ووفقنا لهداية الناس أجمعين. التفت على شيماء وقلت قولي آمين، ما حسيت إلا أن عن طيامي جاني بالهواء طقت ضكة ركضة وأنا أضحك، ولا يوم شيماء فاتحات باب وقع بعد وهو بغى علي وقال على البركة خلي أسألك علي عمك أمجد. وبيوم اتصل على عمو أمجد وحددوا الموعد، وشي ما بدت الخبر بعد، قالت لي يوم الجمعة تقدر تجي وتجيب أهلك، تنومنا يعني بعد أسبوع على الخطوة. وهذا الأسبوع رائد كل يوم جاي للبيت ياخذني أنا وشي ما على مود نختار حلقات. في البداية قال ورا الخطوة نطلع براحتنا نفتح ونشتري الذهب على دوش. طبعا رائد كان كلش حريص أن ما ألتقي ويا أمه وأخته. يوم ثاني اجتمع للنقال، لمس كلش حلو، وبيومها طبت من الفرح، أحس أن روحي أسعد إنسانة بالعالم. وشي ما أخطي التهت بين الدوام والبيت، وسليمة بعدها بيت عمو أمجد زعلانة، هاي أحلى فقرة كلش مرتاحة منها. أحس البيت صار كلش حلو يومية، كل يوم أشتغل أشغل مسجل وأحط أغاني وأقلبها حفلة وأرقص وأغني. كان كل يوم بالليل رائد يتصل علي ونقضيها سوالف للصبح، كان نحكي بكل شيء يخص حياتنا، كنا نحلم شوية سوي يوم. مرات يقول لي خليني أنام على صوتك، قولي رائد حبيبي رائد حبيبي. أخ يا يابا أتمنى أكون يمي وأبوي، شايفك شلون تنطخها حتى بعدها أشبعك عض يابو. غديت معي من الخجل الو هدهد اشو صار الصنطة شك وقعت يبطه نقرة لا المشتري خجلان حاليا يرجى المحاولة فيما بعد، واضحك الله يلعن ابليسك شي جيب باكر اصبر شلون. كمل الاغنية باكر التقي ويا اجمل الانسان. ضحى دائما تتصل على ماما رغم زوجها سيف وتسأل علينا، صار لها اسبوعين من زوجت، وهاي المرة الثالثة تتصل ونسمع صوتها. شيماء دائما كانت تتهرب منها لأن بعدها القلب ينزف من الصعب بيها. قالت ضحى سيف قال أوديش البيت أهلك بيوم الخطوبة، وقوة قبل يجيبني لكم الصبح، كان يريد يجيبني لكم قبل الخطوبة بساعة، حالي حال الخطاب بس توسلت بيه بالله وافق. يلا الحمد لله أهم شي وافق. سديت النقال من ضحى واتصل علي رائد معصب، شنو يا ما جنتي تحجين اتصل عليك كله مشغول، على كيفك حبيبي جد تحت شوية ضحاوي على مود الخطوبة. هدى جهزي نفسك بسمعة أمي عازمتك على الغداء بالبيت، وهسه راح أجي عليك وآخذك لحظة. شنو تجي عليا بالأول؟ خلي آخذ رأيي. شيماء شنو السالفة؟ هدى قابل راح آكلك، ترى إحنا نعتبر مخطوبين وهسه وين؟ ما آخذك هو البيت أهلي. أنا عاد راح أجهز نفسي، بديت ملابس وعديت نفسي وأنا أفكر لازم أحكي ويا شيماء نطلع وأشتري كم قطعة مرتبة. ألبس من الطلعة اللي ما عندي هدوم كشخ مال وحدة مخطوبة. بين ما خلصت اتصل علي رائد قال طلعي لي أنتظر شباس الفرح. مشيت على طوب وعد روحي بالماية وأخذ جنطتي وطلعت ركض بلهفة وأنا أمشي بالشارع. شفت علاوي عاقج وجهه معصب زعلان شافني وإجا يمشي يمي وهو زعلان. أقول هدى صديق وحدة خطبين يا علاوي، جو ناس وطلبوا إيدي من بابا قالوا لنا ميد بنتك صغيرة هدى، العادة وأنا خطيبك طبتش قبله ليش ما تنتظريني؟ بعد شوية أكبر أجيب أمي وخطبك، ومش تبعوني في حزن على وأنا أحبك بس شو أسوي؟ البابا اللي يزوجنا ما أقدر أرفض، عيب البنية ترفض على وهسه أنتي وين رايحة؟ طلعوا يا خطيبي تعال خلي أعرفك عليه. وصلني السيارة رائد أبوه عليه، شلون يخسر رائد؟ فتحت له تالي الباب بصف السائق وحكى بصوت ناصي يا خطيبك كان عود شخاط مو حلو، يحكي ويفر بيده ما عاجبه. رائد يقول لي بقلبي خربان عليه من الضحك. سلمت على علاوي الزعلان ودرت وجهي، سلمت على رائد الغضبان راحت عليه ابتسمت قاعد تحكي على علاوي سوالفه وموقفه وغيبته منه. بستغرب على رائد كان يجاوبني بفكره شابت احس بيه مو على بعضه هذا، وتوترت انتقل انا ولذكرت اليوم اللي اجا رواج امه واخته وابوه هذا المواجهة الحاسمة. دقائق وصلنا لبيتهم، نزلت من السيارة وفتح باب الكراج دخلنا، هذا كله هو ساكت. نزلت من السيارة وانا احكي بقلبي عمى حتى عمى حتى ما كلفوا نفسهم يطلعون يستقبلوني. انتظرون انا ادخلهم للبيت، حكى رائد من وراي فوتي دخلي جوا. دخلت المطبخ البارد وانا احم واطلع صوت حتى يحسوا انهم هو يجوا يسلمون عليا،
ودخلوا للبيت بس أشوف ماكو جماعة ضاربين الصامت، يعني شنو ينتظرون أدخل عليهم الغرف وأروح أسلم عليهم؟ صدق ناس ما تستحي ما يعرفون الأصول. توغلت بالبيت وحكيت بصوت مسموع بس شنو جمعنا لا يوجد رد. عقدت حواجب التفت، رائد أشوف ما حد بالبيت، أهلك وين؟ جاوبني صوتها أهلي مسافر.